الحسن مراسل شبكة شام في اللاذقية. أهلا بك أبو الحسن، ما هي آخر المعلومات المتوفرة عن اقتراب قوات المعارضة من مسقط رأس بشار الأسد؟ السلام عليكم. اليوم الثالث على التوالي تستمر معارك تحرير الساحل. النظام حاول استرجاع المناطق التي خسرها في ريف اللاذقية، لكن غتائب الجيش الحر والثوار قاموا بصده والتقدم. الآن الثوار يسيطرون على قرية أوبين على مشارف قرية عرام تماما، هذه القرية التي تقع على طريق الحفة اللاذقية واللاذقية القرضاء. هذه المنطقة مهمة واستراتيجية جدا. الآن الثوار يحاصرونها ويحاولون السيطرة عليها، كما جرت اشتباكات عنيفة في منطقة خربة باز وبرج السربة. حاول النظام استرجاع برج السربة، هذا البرج الاستراتيجي المطل على مصيف سلمى وطريق دورين سلمى، بحيث يقطع الامداد للثوار، لكن كتائب الثوار قامت بصد هذا الهجوم ورد عصابات الاسد وحرروا قريه خربت باز وطهروها بالكامل من عصابات الاسد وتقدموا ليصبح هناك خط امان بينهم وبين الجيش الاسدي. الان المعارك ما زالت مستمره في عده مناطق اخرى. في برج سله الثوار يحيطون هذا البرج ويقومون بقصفه بمدافع الهاون والصواريخ المحلية الصنع. أيضا في قمة 45 الجيش الحر قام بقصف هذا البرج بالصواريخ المحلية الصنع. القصف العنيف لم يتوقف منذ أول يوم من المعركة. مئات الصواريخ تنهال على قرى ريف اللاذقية خصوصا جبل الأكراد. غارات الطيران الحربي الميج اليوم غارات مكثفة، أكثر من 6 غارات على مناطق الاشتباك خصوصا قرية دورين، هذه القرية الصغيرة. أيضا قرية الحنبوشية وقرية وبرج بارودة، هذه المناطق شن النظام غارات جوية بطيران الميج وقصفها بالصواريخ. نعم أبو الحسن. نعم، ما هي الأسباب التي ساعدت الجيش الحر في تحقيق هذا التقدم العسكري على صعيد جبهة اللاذقية؟ قامت كتائب الجيش الحر والثوار ودولة الإسلام وجبهة نصرة، كل هذه الكتائب مجتمعة، إذا كل الثوار المجاهدين على الأرض قاموا بالتوحد وتنفيذ هذه العملية، إضافة لاستخدام عنصر المفاجأة. هناك إصرار كبير من الثوار المجاهدين على الأرض في التقدم وتحقيق انتصارات بعد الركود في جبهة الساحل الدامة لأكثر من سنة. لم يحقق الثوار على الأرض أي تقدم. اليوم هذه الأيام هم يحققون تقدمات، يسيطرون على أكثر من 7 قرى موالية مع تحريرهم لعدة أبراج استراتيجية مهمة كانت تقصف قرى ريف اللاذقية بشكل يومي، خصوصا بلدة سلمى برج بارودة الذي دمر بلدة سلمى بالكامل. أكثر من 90% من البنية التحتية دمرت بسبب قصف متواصل من برج بارودة على بلدة سلمى. كل هذه أسباب دفعت للثوار للتقدم للسيطرة على هذه المناطق. الهمم عالية جدا هذه الأيام والمعارك ما زالت مستمرة في محاولات من الثوار والجيش الحر للتقدم إلى مدينة اللاذقية والسيطرة على نقاط استراتيجية توصلهم إلى مدينة اللاذقية. نعم أبو الحسن مراسل شبكة شام من اللاذقية، شكرا جزيلا لك.